انطلقت صباحة اليوم الخميس عمليات تعقيم واسعة النطاق عبر العديد من شوارع مدينة الطارف، وكذا عبر المؤسسات العمومية خاصة منها الاستشفائية من قبل جميع الهيئات العمومية، وكذا فعاليات المجتمع المدني بالولاية، حيث تمت الانطلاقة الرئيسية من ساحة الاستقلال ومن ثم الولوج إلى النقاط المتفق عليها في برنامج السلطات التي تحاول جاهدة العمل على الحد من انتشار الوباء. التغطية الزميل هشام قاسمي. اليوم قمنا بعملية واسعة النطاق بمشاركة جميع الفاعلين على مستوى الولاية من مصالح الأمن، الحماية المدنية، كذلك المؤسسات العمومية بعملية تعقيم واسعة على عبر أحياء مدينة الطرف. التطهير ممثل في وحدة الطرف يشارك من خلال الإعوان والعتاد التابع لمديرية الوحدة في هذه الحملة التي تأتي تزامنا مع زيادة ملحوظة في عدد الإصابات بفيروس كورونا. هذه الحملة تحت رعاية السلطات الولائية على مستوى ولاية الطارف التي انطلقت منذ حين، سوف تجوب مختلف أحياء وشوارع مدينة الطارف في إطار التدابير الاحترازية للوقاية من وباء كورونا. شاركت مصالح أمن ولاية الطارف في حملة تعقيم واسعة مست كامل أحياء وشوارع مدينة الطارف، بالإضافة إلى المؤسسات العمومية والمؤسسات الاستشفائية.